محمد بن عيسى رئيس مؤسسة المنتدى المغربي لريادة الأعمال. اليوم المؤسسة تنظم منتدى الاستثمار بمدينة مراكش تحت شعار مساهمة الجالية المغربية في الإقلاع الاقتصادي ما بعد كوفيد، إيمانا منا بطبيعة الحال من الدور الكبير الذي تلعبه الجالية في تنمية الاقتصاد ديال بلادنا. اليوم المنتدى غيكون فرصة باش هاد الجالية هاد الفئة من المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج يتعرفوا على فرص الاستثمار، شنو من المزايا اللي كاينين، شنو المساطر الإدارية اللي ولات مبسطة اليوم يعرفوها ويزيدوا تقربوا من 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 من, من المساطر باش يمكن لهم أننا نرجعوا هاد الثقة هذه ويمكن لهم يستثمروا. نور الدين المقدح، أستاذ باحث في الشرق الفرنسي، واليوم كنمثل ان اونتربريز اللي هي الشركه ديال مغاربه العالم كاينه في ستراسبورغ، اللي عندها علاقه ما بين المغرب فرنسا واوروبا افريقيا. واليوم كنهضروا على هاد التسهيلات لمغاربه العالم من اجل الاستثمار بدون صعوبات من خلال بوابات، من خلال دي بورتاي نيميريك ولا ماتيرياليزي ولا فيزيك، باش ان المغربي الا جاي يستثمر هنايا ما يكونش جايب واحد البوان نوار في عقلو بان راه جاي غادي يلقى صعوبات. وهذاك الشيء خصو يكون يتم من خلال التسهيلات، كما عملية مرحبا أنا المغربي جاي مطمئن في أمان حتى كيدخل البلاد، خاصهم اللي يكون جاي يستثمر من خلال واحد المساطر اللي هي ماشي نقول مسهلة، خاصها تكون مساطر قانونية عقلانية للبلد، ومن اللي غادي يوصل لهنايا ما يكون عنده حتى شي شك بأن هذاك الفكر اللي جايب اللي هو خمرها غادي تجي غادي تطبق وغادي يستافد منها هو والبلد ديالو والمسألة اللي جاي عليها هو. الهدف ديالنا هو أننا نهضروا على التجربة ديالنا. لا تنسى الاشتراك في القناة ووضع علامة لايك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أخبار.